ده انت لذيذ قوي. كملي نوم انت ولا يهمك. هاني في حاجه انت عايزني اسالك فيها؟ ف لا والله انا جاي عادي، بس انا ايه يعني، امال ايه اللي حصل؟ كنت جاي لو عادي. انت عندك احساس ان في حاجه غلط ابقى اسالني عليها قبل التصوير. ما هي دي مجرد وجهه نظر. انت قول لي، طيب قول لي ايه الاسئله، لان واضح ان في حاجات. مين الاعداد اللي عمل لك؟ طب انت قول لي الافلام كده بالترتيب وانا هحفظهم، احنا لسه في بريك. الافلام صعيدي في الجامعه الامريكيه، فرقه بنات وبس، صعيدي رايح جاي، محامي خلع عايز حق جواز بقرار جمهوري، ابو العربي، زازا غبي منه فيه، والاخراني بتاع مظبوط ظابط واربع قطط. عايزني اقول كل الافلام؟ لا لا عادي، اللي انت عاجبك اساله، بس يبقى الاسئله صح. ما يعني كل الافلام دي نجحت؟ عايزني اقول كل الافلام دي نجحت عشان نبقى منطقيين. يعني عايز ايه؟ قول لي انت عايزني اقول انهم نجحوا؟ ماشي اقول عشان نتفق. نتفق على ايه؟